يا اخي لما تكون مشكله تتكرر 10 و20 و30 مره لابد من ايجاد حلول. انا بعد عاده اي هلال يتجمعون عليه؟ لا هو الهلال الاحمر مو الازرق. اي مشكله وراها هلال لازم. عموما يعني مستشفى الطب الرياضي بعد موضوع الميزانيه ضخمه وتطويره، اتمنى كل نادي يكون فيه اسعاف. ان شاء الله تشوف الهلال الازرق كثير ما تشوف الهلال الاحمر. يعني مو منطقي الكلام، كل نادي فيه اسعاف وكل نادي فيه طياره وباخره، ما يجي ذا الكلام. طيب تكاليف عالية من نقطة بس الهلال الازرق يصيب بعض الناس بالاغماء والهلال الاحمر يعالجهم، كلها هلال يعني مو مشكله. ممتاز. عموما طيب. مستشفى الطب الرياضي ليش ما يكون بالدور هذا؟ كيف الله خلنا نكمل. مستشفى الطب الرياضي او يكون في اسعاف في كل نادي، اسعاف على طول موجود في النادي. في النادي. طيب اذا كانت في اكثر من مباراه وطياره مباراه شباب ومباراه ناشئين ومباراه الهلال الاحمر واحد يقوم بالدور، من كثره المباريات هذه مشكله كمان. الان حسب ما سمعت لابد تقلص المسابقات عندنا. انا سمعت البطوله الاولمبيه حتتلغى السنه الجايه، الغت خلاص، والشباب والناشئين يندمجون بطوله واحده ويريحون. هذا يريح.